مرحبا، كيفكن؟ اهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. اليوم عنا فيديو ما شايفينه قبل على قناتي. هذا الفيديو صورته هديك اليوم بس للاسف راح الصوت فيه فما نزلته، فاليوم عم برجع صور لكم اياه. اليوم نزلين على الصور فحنفرجيكم مناطق كتير حلوه تحت ونفرجيكم هيك مومنتس مثل ما بيقولوا. بس قبل ما نبلش الفيديو ما تنسوا لايك وشير وسبسكرايب. هلا نحن طلعنا بالسياره ناطرين البقايا ليجوا لحتى نمشي. هلا نحن وصلنا واول شيء فتنا على مطعم لانه نحن كثير جوعانين وبدنا نتغدى. فهلا نحن طلبنا، حنخلص غدا واكيد حصور لكم وبعدين حنطلع على برا على الكورنيش. فبس هيك حبيت لكم. هلا وصل الاكل. سو انا طلبت تشيكن ساب، كمان فتو ما طلبت تشيكن ساب و حناكل بس اخلص اكل برجع لكم. ونحن خلصنا بس عم نغسل لانه كثير اكلنا وهلا حنطلع على الكورنيش. ف هلا نحن طلعنا وعم نتمشى على الكورنيش بس الشمس كثير قوي، ما بعرف اذا محروقه ف حصور لكم قد ما في لكن شوي غربت الشمس. كمان في شيء نسيت فرجيكم اياه، ما فرجيتكم اليوم شو لبست. لبست منديل بيج مع فستان اسود وابيض. بعد شوي بس صور الكاميرا بالقلب حافرجيكم على اللوك كامل. وبس كتير شوب برا، فقلنا بس شوي تخف الشمس بنرجع نطلع. واكتبوا لي شو بتحبوا اشياء بالكومنتس للفيديوهات الثانيه كمان. ما تنسوا تتابعوا حسابتنا على الانستغرام لانه كمان الصور اللي تصورناهم هون كمان حينزلوا هنيك. وعم حاول اوصل ل 10,000 باسرع وقت فشو دومتكم. هون كان في صبي عم بحمم رفيقه بالرمل، ما بعرف ليش بس انسوا الموضوع. هلا نحن حنروح على كورنيش ثاني لانه هون في كثير عجقه وما عم بقدر صور لكم منيح. فهلا حنطلع بالسياره شوي كنتوا صايمين ونصور بالجهه الثانيه. صفينا السياره وحنكمل طريقنا مشي. فحيمكن حنروح على الحاره المسيحيه، بتشوفوا اشياء كثير حلوه هنيك. نحن وصلنا على مينا سور بس ليكو عن جد ما اجمل المنظر. نحن حنتمشى لنوصل. هلا نحن عم نتمشى لنوصل على حارة المسيحية لانه هنيك فيها كثير مناظر حلوة. وبس جمعت لكم قد ما في مشاهد حلوة. وهلا حنروح قلت لكم على القسم الثاني من البحر. فكمان هونيك حاتصور صور وحشوف اي اجمل صور اللي صورتهم هون او الصور اللي صورتهم او الصور اللي حاتصورهم على البحر. فلنشوف. صورت لكم فيديوهات حلوه